طبعا احنا فردنا السفلي في اتجاه اكس اللي هو كان في اتجاه الفرش اللي هو السيخ ده. دلوقتي احنا هنفرد السيخ ده اللي احنا شايفينه باللون الاصفر، وده هيبقى السيخ بي. معنى الكلام ده ان ارتفاع الرجل بتاعته هتبقى من هنا لهنا، هتساوي معايا الارتفاع الكلي بتاع اللبشة اللي هو 45 سنتي ناقص 2 كفر، يبقى ناقص 10 سنتي ناقص فاي 16 ناقص فاي 16، يبقى الكلام ده هيساوي 0.318، يبقى ارتفاع الرجل دي 318 مللي. هبدأ افرد سيخ 12. هاخد الرجل بتاعتي الاول اللي هي 318، يبقى قال ان السيخ ده طول 11 متر و68. اشوف الوصلة بتاعتي وقفت فين. الوصلة بتاعتي وقفت هنا. المنطقة دي زي ما احنا شايفين مع بعض دي منطقة عزوم علوية، وانا بوصل سيخ سفلي، يبقى انا ما عنديش مشكلة. لكن لازم اشوف السيخ بتاعي ده لما هيتحرك هيعدي على مناطق عزوم شكلها ايه. هلاقي ان دلوقتي انا فردت سيخ 12 من هنا، هكمل الوصلة بتاعتي من هنا لهنا. معنى الكلام ده ان الوصلة اتحرك معايا في المنطقة من وش اللبشة هنا لغاية تقريبا النقطة دي، يبقى انا ما عنديش مشكلة. هاجي في الحتة دي تقريبا هلاقي ان في احتمال يكون في عندي عزم سفلي هنا، لكن احنا زي ما اتفقنا مش هقدر ابدا في اللبشة او في الفلات سلاب امشي الوصلة كلها في مناطق عزم عكس الوصلة. يعني ده وصلة سفلية، يبقى مش هقدر دايما امشي الوصلة في مناطق مومنت علوية. هعمل التمانين سنتي اللي هي الخمسين فاي بتاعتي بالشكل ده، وبعد كده اوصل السيخ ده للاخر لغاية وش الكفر هنا، وبعدين هاخد الاطوال بتاعتي. طبعا السيخ اللي فوق ده بطول 12، هشوف السيخ التاني ده طوله كام. هيديني هنا طول 6 متر 89، وفي عندي الرجل اللي هي 318، يبقى الطول الكلي للسيخ ده 7 متر و2 من عشرة. هبدأ اعمل المارك بتاعه. عشان اعمل مارك هحتاج عدد، يبقى الاسياخ دي او الشكل اللي قدامي ده هيتحرك معايا في المسافة من هنا للاخر، اول وش الكفر بالظبط هيتحرك معايا على مسافة 3.2 من عشرة. طبعا هعمل الدايرة اللي انا بشاور بيها، وهعمل الجنشات. الاسياخ السفلية في اتجاه اكس احنا وقفنا عند البار مارك R20، يبقى هكمل دلوقتي R21. يبقى السيخ ده المارك بتاعه R21، عندي منه كام واحدة؟ 2.3 من عشرة متر، والسبيس بتاعه 15، يبقى هقول 2.3 على 15 يطلع معايا 15 و3، يعني 16 زائد 1 يبقى 17. هنا ندي الخانة بتاعت العدد 17. تي 16 كل 15 سنتي، والسيخ ده بي ال ال بتاعته ب7.2 من عشرة. بالنسبة للسيخ ده هيبقى R22، العدد قلنا زي العدد اللي تحت 17. بي وال ال بتاعته هتبقى 12 متر. ده بالنسبة للمنطقة دي. هاجي بعد كده اشوف هتعامل